لدينا أول حلقة من هذه القصة، دعونا نبدأ. منذ متى لدينا ملاهي هنا؟ لا أدري، هل تريدون أن نلقي نظرة عليه؟ ألن تتوقفوا عن الإزعاج؟ لا لن أتوقف، ما مشكلتك؟ جودي جودي جودي، ماذا تفعلين؟ أريني أريني أريني. لا شيء. أختي العزيزة، نحن نشعر بالملل كثيرا. ماذا أفعل لكم؟ هل يمكنك أن تأخذين جولة بسيارتك؟ لا. حسنا، لأني حصلت على رخصة قيادة قبل شهر سأخرجكم هذه المرة فقط. قمر، أين أخواتك؟ يلعبون في الغرفة. هل سيأتون معنا؟ بالطبع، لن نتركهم بمفردهم. أهلاً، أنا جودي. قبل أن نبدأ القصة سأعرفكم عليهم. أولاً، هذه أختي نور، وهؤلاء الثلاثة قمر ابنة خالتي، ومروة ابنة عمي، وليلي ابنة عمتي. اسمها ليلى، لكن نحب أن ندللها ليلي لأنها الأصغر بيننا. وأخيراً التوأم جين ولينا، إنهم أخوات القمر. نراكم في فيديو آخر، إلى اللقاء.